هيفا، مشان كنا عم نحكي قبل شوي عن الفوتو سيشن، مشان هيك نحن لحتى نشوف هيفا كيف بالحقيقه بتكون بالفوتو سيشن، حضرنا لك هيك مطرح مميز لك. اذا ممكن هيفا تتفضلي لهونيك لحتى نبلش الفوتو سيشن. لا لحظه، في شغله كثير مهمه لإلي انا كثير بحبها لما اكون عم بتصور، انه ما يكون في حدا ثاني غير انا. يعني ما بحب يكون حدا عم بيراقبني انا عم بتصور، لانه ما بتطلع مثل ما انا بدي. طب رح نبرم كلنا هلا، انت بس قومي ونحن بنبرم وجهنا كلنا. كثير يعني حضرين لك مطرح هونيك هيفا بليز اذا ممكن. بدك تصورني بهاي؟ لا تفضل. دافيد مفاجاه يلي هو دافيد. معقول هذا المطرح يلي محضرينه؟ كيفك دافيد؟ كيفك حبيبي؟ هاي فرح ابقى هون انا حتى ما واو. ايه بس انتبهي عندنا مش كثير مهم بكون نحن هيدا الانجل اللي عم ناخذها عامل ريهرسل هيدا المال لايت في دورة كنت بتنتبه عليها بتقربي بعد شوي حبيبي بعد شوي لهون على الكورنر على الكورنر على الكورنر على الكورنر وذاتس ات. رح نوقف نحن وياكم مع الاعلان ونكمل بالصور الحلوه اللي شفتوها مع هيفا ببرنامج اكتشفنا البارود. خليكم معنا. رجعنا نحن وياكم لبرنامج اكتشفنا البارود. هيفا بدي اسالك، كم مره انت بتسافري بالشهر اذا ما قلت لك بالاسبوع؟ يعني سافر كذا مره. هلا عمري بيمرق وقت مسافر، وقتها بتبلش سفريات بيكرجوا ورا بعض. بيكرجوا ورا بعض. ليه صوتي وطي هالقد؟ ايه؟ لا ماشي. ليه؟ ها؟ كيف؟ طب هيفا في شي مرة بتصير معك مثلا كل الإجراءات بتكون اتاخذت والشنط بالطيارة والباسبور مختوم وكل شي حاضر وكل شي جاهز صار بالطيارة وأنت ما طلعتي بصالة الانتظار؟ صايرة هيك؟
مرة غفيت معي الأشخاص اللي معي بالديوتي فري واتفقنا نلتقي على البوابة. نعم. على بوابة الطيارة. وأنا عن جد مش شبعانة لون كنت وكان طيارة كتير بكير الصبح فغفيت على البنك. ف المضيفة الأرضية اللي بالصالون لما شافت بماري فكرت إنه أنا معهم. وطلعت الطيارة وأنا بالصالون ما حدا قال لي. ولا كنت نايمة كنت غافية؟ كنت نايمة فقت لقيت إنه الوقت صار وقت الطيارة. والطيارة طلعت وشنطي عليها والبوردينج معي وأنا ناطرة. ما حدا وعيكي؟ ما حدا أبدا؟ ما حدا وعيني. لا عن جد ما انتشت شو هلا بس هي مضبوطة الخبرية وصرت بدي فعل. لك أخذتي غير طيارة زعلتي؟ بدي فل انا انه خلص لازم فل وانقهرت انه ناطره ليوصلوا لفرجيهم وكيف يفلوا بدوني وكيف صارت يعني شيء مثل الكذب بس يمكن على النعس كلنا كل واحد طلع بمقعد. هيفا بدي العب هيك لعبه صغيره انا وياك. بدي اسالك ما لا في شغله انه ممنوع فيلم المطار انه في على الطياره شخصيه كثير مهمه وشنطي على الطياره وممنوع تفلي ليوصلوا بال شو سألوك أهم من هاي شو؟ إيه هاي فكرة. شخصية مهمة كتير يعني سياسية على الطيارة ليوصل بالسلامة لتفلي لأنه شنطك على الطيارة وإذا صار له شيء وأنت مش ما في تبرير كتير لوجودي بعدنا بالمطار يعني. نطرت لوسط الطيارة وطلعت الخبرية إنه كان فيني فيلم من زمان على البيت بس قال لك مضحك عليها من إلا ليوصل الحمد لله على سلامته وصل سلامة سياسي هو وصل بالسلامة وشنطي والجروب وكل شيء وأنا أخذت الطيارة اللي من بعده اللي من بعدها ما تأخرت كتير يعني. طيب هاي فرح ألعب لعبة صغيرة أنا وياكي وأسألك سؤال كيف كان شعرك أنت وصغيرة؟ جدولي طويلة ليه جدولي طويلة؟ ليه لا؟ ليه لا؟ طيب ليه إيه؟ لأنه ماما بتحب تطولنا شعرنا وليه كتير. بتحب تطولكم شعركم؟ مين قال لك انه كل سؤال له جواب؟ ما بعرف ما بعرف كانت هالاسئله هيك تنطرح على امك انت وصغيره شو هاي عم تمزحي؟ امزح معك حلو كثير فيني مزح شو؟ كنت كثير حشرية يعني كنت اسأل كثير أسئلة مزبوط مثلا كيف؟ مثل هيدا سألني كيف؟ مثلا كون ماما ماشي فيي ماسكت ماشي بالشارع حتجيب غراض شوف سيارة أنا قلها ماما لمين هالسيارة؟ تقلي قلها أنا مثلا هيدي السيارة شو؟ تقلي هيدي سيارة قلها أنا ليه هيك؟ لونها تقلي لأنه هيك لونها طب شو هو هذا اللون؟ تقلي أحمر قلها أنا ماما ليه أحمر؟ ماما لانه احمر بعدين نوصل مثلا ماما مين هيدا؟ تقول لي هيدا عمه لانه مين هاي؟ هيدي طان ماما قول لي هيك بطنه انه هيك بطنه اسكتي حش تسالي اسئله هيفا رح نكون احنا وياكي هلا نكمل عن الثلاث مهن يلي هن بالاخر حكينا عنهم عن الغطاس ساعي بريد وحلاق رح نبلش احنا وياكي نحكي عن الغطاس بتحبي هيفا الغطس والبحر؟ انا برج الحوت ما بحب غير البحر ساعي بريد خبرينا شو بي؟ ساعي البريد يعني بتوصلي صراحة بتوصلي أنا غششتهم شوي قلت لهم ما تنقوا ساعي بريد يعني بعد في اثنين بعد في الغطاس والحلاق بتحبي هالحلاق بتحبي هالمهنة هيك أوقات بتحسي إنه كنت بتحبي تعملي هالمهنة مثلا لو ما كنتي فنانة ومعروفة وهيك إيه أنا بحب أجرب كل شيء إيه شيء حلاق رجالي مثلا اي وين اوكي يمكن زبط لك قصدك اكثر من هيك ما زال هيك رح نشوف نحن الصور يلي ما بتعرفيهم انت هول الصور اوكي عم شوف لا هيفا كثير هيدي عن جد كثير حلوه بس ما ملاحظ انه في شيء ياخذه كثير شخصي انت ولحالك مخصص حالك لا ما لنا شخصيه بس المشاهدين بيعرفوا انه بيصدقوني انه بعد شوي رح يشوفون المشاهدين عندك مشكلة بشكركم كثير عندك مشكلة ازيلكم هيك ما راح تشوفوا الصور
هلا صرتوا تصدقوني. صور كثير كثير حلوين هيفا. على كل حال هول الصور الحلوين هيفا. هلا خلص بدنا نقول للمشاهدين والموجودين هون انه رح يشوفون هالصور الحلوه. هيدي مفاجاه او سربريز من دافيد. حضرنا اياهم رح نشوفهم نحن وياك. انت ودافيد هول هلا صورناهم؟ لا غير صورناهم. دافيد هيك حاب يعمل مفاجاه صغيره ونشوف هالصور الحلوين. هيفا هيفا لا 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 وقف. حلوين صور هيفا كثير. انت عم تهوي غير هالصور اللي شفناهم الحلوين كثير هيفا. في عندك صور كمان كثير بالجينز كثير. انت بتتصوري بالجينز او بتطلعي على المسرح بالجينز. بالجينز بتغني بالجينز كمان وبظهر بالجينز اليوم استثنائيا على كرمالك. انا هلا انا ما عم بسمع. هيفا قصه الجينز بدي اسال المشاهدين قديش بتقولوا هيفا قديش عندها جينزات؟ كم جينز عندها هيفا؟ قد ايه؟ 30 لحظة 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 شوي لحظة شوي إذا بتريد لحظة شوي. روني توني تفضل. توني تفضل. توني 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 كمان تفضل. جينزات هيفا. توني تفضل. توني توني وينو؟ مش جينزاتي. جينزاتي. جينزاتك. هيفا تفضلي معي. رح بلش عدهم انا وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. جينزاتي انا. انه مفكر انه مفكر عم نعمل عرفتم من هيدا انه قول لي. ما في عند ما في عند الا عند غيرك الا عندك منه هيدا. جينزاتي ما بعرف. ما بعرف. 25 26 27 28 29 30. طب وهيدا لك كمان. ما بصدق عم شوف. هيفا قبل ما نكمل عد الجينزات قبل ما بدي اقول لك شغله صغيره اذا بتريدي بس شغلي هيفا اعملي معروف. بدي اعتذر منك كثير كثير واشكر مديره اعمالك سينتيا وصديقتك نادين يلي معهم. شو هيك صارت عادي هيفا يلي معهم قدرنا انه سمحوا لنا نفوت على البيت لحتى نجيب لي كل الجينزات يلي موجودين وهن جينزات هيفا. هيفا بدي اسالك انت من اول من مين درج الجينز على المسرح؟ يعني انت من اوائل الناس يلي درجوا الجينز على المسرح؟ من اول لا انه كان وقت بلشت غني كان كثير الفنانات يطلعوا بفساتين انا مثل ما انا كمان بحب الفستان قلت بعمل شيء سبيسيال حلو يعني انا بلاقيه احلى اختراع. رجع بالي اعرف ايمتى طلعتوا هالاشياء من البيت. ما بعرف بدنا نشوف سينتيا و بس سمعني هي الحرف. بتعرفي تفرقي بيناتهم هيفا للجينزات؟ ايه بتعرفي بس قلنا لك هيك تختاري. اعطيتوني فكره انه كيف هيك هيك لازم اعلقهم بالبيت هيك احلى بكثير هيك. انت ما مقدمين هيفا كلهم مقدمين لك اياهم. هيفا اذا بدك تختاري شيء منهم شو بتنقي؟ اذا بدي اختار شيء شوف كيف حاطينهم قبل صعب شوي ايه هذا طلعت فيه انا هيفا انا كلهم اللي لبسوه